الوحدة السادسة، الدرس الحادي والثلاثون. استمع إلى الحوار. الحوار: البحث عن العمل. لعل نتيجة المقابلة طيبة اليوم. قابلت مدير الشركة ورأى شهاداتي، لكنني غير متفائل. ما سبب ذلك؟ الشركة تحتاج إلى 10 مهندسين، وقدم للعمل 100 مهندس، معظمهم لهم خبرات طويلة. ستجد العمل المناسب إن شاء الله. أنا آسف يا أبي، لأنني درست الهندسة. لقد تخرجت في كلية الهندسة منذ 2 سنين ولم أعمل حتى الآن. ليست المشكلة في دراسة الهندسة، المشكلة في البطالة التي تعم كل العالم، حيث يتخرج الطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة ولا يجدون عملا. نريد مساعدة أهلنا ونريد الزواج، لكننا لا نستطيع. تقول الحكومة ستكون هناك فرص عمل كثيرة للشباب هذا العام. سمعنا هذا الكلام كثيرا، نحن نريد عملا لا كلاما. كن متفائلا.